الإخبارية تواكب تقدم وحدات الجيش العربي السوري في ريف حمصة الشرقي. روسيا تعمل باستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. اتساع دائرة المواجهات في فلسطين المحتلة وشهداء وجرحى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار السادسة صباحا من الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. يتابع الجيش العربي السوري ملاحقة إرهابي تنظيم داعش في سائر المناطق، ويوسع نطاق سيطرته بريف حمصة الشرقي، حيث أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرية البغالية بعد معارك عنيفة مع إرهابي التنظيم. تتسارع خطى تقدم الجيش العربي السوري على أكثر من محور في مواجهة إرهابي تنظيم داعش بريف حمص الشرقي، موسع نطاق سيطرته على محور أم التبابير جباب حمد، حيث تمت السيطرة على قرى التدمرية جباب حمد ظهر الملة البغيلية بعد معارك عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش تكفل خلال التنظيم الخسائر كبيرة في الأعداد والأفراد. هذه قرية جباب حمد والتي كانت تنظيم داعش كنقطة تجمع لانطلاق العمليات الإرهابية. طبعا هذه قرية التدمرية والتي كانت تأخذها إرهابي تنظيم داعش كنقطة انطلاق لعملياته بالتسلل باتجاه طريق عام حمص تدمر. هذه العملية العسكرية بدأت بتعديل المحاور بهدف طرد إرهابي تنظيم داعش من كامل ريف حمص الشرقي. طبعا بدأت من سورة طفحة والتي تقع شمال المحطة الرابعة وصولا لهذا المحور، هنا محور هم التبابير باب حمد وأيضا محور جب الجراح جبال الشومرية والتي تم السيطرة فيه على سلسلة الواجهة الشرقية لجبال الشومرية. صار التقدم من عدة محاور من جبال الشومرية وباتجاه الشمال من اتجاه أم التبابير شباب حمد ضبعة الملي. استطعنا السيطرة على مجموعة القرى اللي موجودة على المحور، وصلنا على البغيلية حاليا. كمان في محور آخر قدم من اتجاه مطار المحطة الرابعة أو مطار من اتجاه حنورة لاتجاه الكتيبة المهجورة طلول الطفحة وحتى سد أبو قلي لتوسيع السيطرة أو بقعة السيطرة للجيش العربي السوري وتأمين زيادة تأمين محور حمص تدمر. من شهر لهلا حققنا تقدم كبير بمحور لهنا، أقل شيء كنا لورا 15 كيلو متر بزمن قصير. قواتنا قدمت بجبهة طولة تقريبا من 30 إلى 40 كيلو متر، كل النقاط عم تتقدم قدم سريع للمساحات كبيرة من الصحراء وتراجع للمسلحين واضح، وفي الأذن الأخيرة بإذن الله بالأيام القليلة راح نحرر الضياع الباقي شيء قليل قدامنا مع القوات اللي جاي من وراء سلسلة الجبال. بدنا نشكل طوق وبإذن الله طوق خانق، وبإذن الله راح نقضي على كافة ما تبقى من المسلحين في المنطقة. بهمة أبطال الجيش العربي السوري مستمرين لتطهير كامل البادية وريف حمص الشرقي من دنس الإرهابيين ومواصلة التقدم باتجاه العمق لتطهير كل الأراضي المحيطة بإذن الله. تهدف العملية العسكرية إلى زيادة أمان طريق عام حمص تدمر وحماية المنشآت الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى تضييق الخناق على إرهابي تنظيم داعش في منطقة جب الجراح وصولا لعقيرات بريف حماة الشرقي. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، ريف حمص الشرقي. ونتابع مشاهد من تدمير مقر قيادة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمصة الشرقي ومحطة ميدانية للتزود بالوقود بدير الزور.
كما أحكم الجيش سيطرته على مجموعة من التلال والنقاط المهمة جنوب غرب السخنة بثمانية كيلومترات، حيث أصبحت تلك المنطقة والتي تعتبر أهم معقل لتنظيم داعش الإرهابي في مرمى الوحدات المتقدمة للجيش السوري. بليغ أحمد والتفاصيل. تعتبر سخنة من أهم معاقل تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، والتي شكلت مركزاً هاماً لانطلاق عمليات إرهابي التنظيم للسيطرة على مناطق البادية قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من التوغل في عمق البادية وتحرير أجزاء كبيرة منها منطلقاً من محاور خمسة. تعتبر السخنة بوابة هامة وصلة الوصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي حمص ودير الزور، ومع تحرير وحدات الجيش العربي السوري قرية البغيلية وأحكام السيطرة على مجموعة من التلال والنقاط المهمة جنوب غربي السخنة بثمانية كيلومترات، جعلت من السخنة تحت مرمى نار الوحدات المتقدمة. وعند سيطرة الجيش عليها سيكون قد فتح الطريق أمام تهاون قد يكون سريعاً ودراماتيكياً في صفوف الإرهابيين يقود قوات الجيش المتقدمة نحو قصر الحير الشرقي، ثم الانطلاق نحو كباجب والشولة، والتي كانت تمثل المفتاح الرئيس لتمدد التنظيم الإرهابي من دير الزور نحو وسط البادية إبان صعوده على حساب إرهابي جبهة النصرة قبل ثلاثة أعوام. استراتيجية الجيش العربي السوري وحلفائه، والتي تمثلت بتحرير البادية السورية من محاور عدة متباعدة جغرافيا ومترابطة استراتيجيا، بات هذا التباعد الجغرافي متقارباً مع اقتراب جميع وحدات الجيش من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، والتي تشكل الهدف الاستراتيجي الأكبر لخطط ومسارات معارك البادية، والتي على ما يبدو ستكون المسرح الحتمي لنهاية تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بحسب ما تشير المعطيات. أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن روسيا تأمل باستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بغض النظر عن المجابهة في مجال العقوبات بين البلدين. سلوتسكي قال: نأمل بانتصار العقل السليم والاستمرار في التصدي المشترك للإرهاب الدولي، بالرغم من أن أهدافنا تختلف بصورة واضحة للعيان في سوريا، مضيفا أن موسكو تواصل دعواتها إلى تحكيم العقل السليم في جميع الساحات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتستر وراء ورقة مكافحة الإرهاب لتغطية مشاريعها العدوانية والتوسعية في المنطقة، لكن على أرض الواقع يختلف المشهد بشكل كلي. تقرير للزميل صفوان علي. ورقة أرادت من خلالها واشنطن تغطية مشاريعها العدوانية والتوسعية، إنها ورقة مكافحة الإرهاب التي يتناوب على تداولها مسؤولو الإدارة الأمريكية. منذ اليوم الذي دخلت فيه هذا المكتب أعطيت الضوء الأخضر لقواتنا للتصدي لأولئك الإرهابيين، لأنني أعرف أنهم خطر حقيقي. على أرض الواقع يختلف المشهد بشكل كلي، فطائرات التحالف الأمريكي توزع الأسلحة والمساعدات لتنظيمي داعش والنصرة بحجة أن ذلك يتم عن طريق الخطأ، كما تغدق على تنظيمات أخرى أموالها وذخائرها، فيما تصب مقاتلات التحالف نيرانها على المدنيين في سوريا والعراق. عشرات الضحايا من المدنيين لغارات التحالف في الرقة خلال اليومين الماضيين، إضافة عدة مجازر نفذها التحالف في قرى بريف دير الزور. طيران التحالف استهدف بلدة الطيبة بريف دير الزور الشرقي، كما استشهد وأصيب عدد من المدنيين نتيجة غارات طيران التحالف على قرية الطيانة قرب مدينة الميادين ومحطة مياه قرية مرات في الريف الشمالي وقرية الشميطية بالريف الغربي. تدمير البنى التحتية في سوريا وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كل ذلك يجري على مرأى من الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية، والتي تفضل كعادتها أن تغض الطرف وتتعامى عن تلك الجرائم، ليتفرغ مسؤولو تلك المؤسسات الأممية لتحريض عدد من الدول على الحكومة السورية
وفبركة الوقائع وتزويرها لتنسجم مع السياسات الأمريكية تجاه المنطقة. في أخبارنا المحلية، تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إطلاق تطبيق جديد تحت عنوان عين المواطن، وذلك بهدف التواصل المتبادل بين المواطن ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات. مصادر في الوزارة أوضحت أن التطبيق الجديد سيأخذ شكل رسائل نصية وصورا وتسجيلات فيديو، وسيساهم في تقليل المسافة بين المواطن والمسؤول وسرعة نقل وإيصال الشكوى بشكل موضوعي. تفقد وزير النقل المهندس علي حمود خلال جولة ميدانية لمحافظة اللاذقية مطار الشهيد باسل الأسد والمرفأ، كما اطلع على واقع العمل في جسر مسكينة والمراحل التي تم تنفيذها في المتحلق الشرقي في مدينة جبلة. جولة ميدانية قام بها وزير النقل المهندس علي حمود تفقد خلالها واقع مطار الشهيد باسل الأسد باللاذقية، واطلع على أعمال تأهيل المهبط بكلفة 4.45 مليار ليرة سورية بهدف تلبية متطلبات المرحلة القادمة، ما يخدم هبوط واستقبال طائرات من كافة الأنواع والأحجام والأوزان الكبيرة. طلع على حجم العمل الكبير الذي يتم في إنشاء المهبط الجديد في هذا المطار، هذا المهبط المميز الذي ينفذ بمواصفات عالمية ليتمكن من تحمل كل أنواع الحمولات لأعظم وأكبر الطائرات. وتفقد المهندس علي حمود خلال جولته أيضا ميناء اللاذقية وواقع العمل في جسر مسكينة والمراحل التي تم تنفيذها في المتحلق الشرقي في مدينة جبلة. الحقيقة المرافق تعمل على الاستيراد والتصدير، وهي لا تحتاج إلى عقارات أو أراضي ذات أسعار عالية، فأينما تضعها على الساحل هي يمكن أن تعمل كمرافق. فلماذا نضع مرفأ اللاذقية في قلب مدينة اللاذقية ذات العقارات العالية جدا والأغلى في سوريا؟ علينا إذن أن نفكر في أن يكون المرفأ في مكان آخر قريب من اللاذقية لكنه خارج مدينة اللاذقية، لكي نوفر هذه العقارات لاستثمارها. بعد ذلك انطلقنا إلى متحلق جبل الشرقي، هذا المتحلق الذي سيؤدي إلى تمرير الغزارات المرورية من المناطق الشرقية ومن المحافظات الأخرى، وبعد انتظار طويل الحقيقة لهذا المشروع سيفرغ الغزارات المرورية من المناطق المختلفة إلى البحر وبالعكس بدون المرور بمدينة جبلة، وسيؤدي إلى تنمية اقتصادية وعمرانية وحتى صناعية على هذا المحور. فهو طريق عريض جدا، عرضه 62 متر وعلى التفاف حول كل مدينة جبلة. وكذلك جال على مشروع التحويلة الطرقية في مدينة الحفة. هذه التحويلة الضخمة جدا وذات المواصفات العالية والتي تتألف من عدد كبير من الجسور وجدران الاستنادية كونها في مواقع تضاريسية صعبة جدا، تم زيارتها والاطلاع على تنفيذ الأعمال فيها وعلى سرعة التنفيذ، وقد أعطينا التوجيهات بإنجاز هذه التحويلة قبل نهاية العام حصرا. كما اجتمع مع المديريين المعنيين بالنقل البحري والبري باللاذقية مؤكدا أهمية الدور الذي يقع على عاتق قطاع النقل في المرحلة المقبلة بعد تحقيق النصر المؤزر والقريب على الإرهاب، لافتا إلى أهمية الإصلاح الإداري والتطوير الإداري في مجال وزارة النقل بشكل عام وفي قطاع الطيران بشكل خاص، فضلا عن أهمية النقل البحري لما لذلك من أهمية اقتصادية كبيرة. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج ومناطق عديدة من قطاع غزة. ونقلت وكالة وفا للأنباء عن مصادر طبية قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق البريج أطلقت الرصاص الحي نحو مجموعة من الشبان والفتية الذين اقتربوا من السياج الفاصل ورشقوا الاحتلال بالحجارة، ما أدى لاستشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما، فيما أصيب 2 آخران بجروح. هذا وكان شاب فلسطيني استشهد في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. هي أيام من التحدي والمواجهة خاضها الشعب الفلسطيني ولا يزال ضد كيان الاحتلال،
أفضت لإزالة البوابات الإلكترونية الصهيونية، ما جعل الاحتلال في حالة هيستيرية ليكتمل المشهد بمواجهات وقمع للفلسطينيين على الحواجز الصهيونية. مراسلنا من هناك والتفاصيل. بعد قرابة الأسبوعين من الإصرار، رسم الفلسطينيون أجمل صورة للنصر، مكللين نصرهم بصلاتهم داخل الحرم القدسي، رافعين العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى المبارك. هذا التعسف الإسرائيلي بهدف السيطرة على الأقصى من جديد كما يزعمون، ولكن المسلمين متمسكون بحقهم ومؤكدون، وأنهم يؤكدون بأن الأقصى للمسلمين. صمود المقدس تجلى فيه الوعي والإرادة والوحدة. هذا الوعي والإرادة والوحدة كسرت الجيش الذي لا يقهر. أنا أعتقد أن هذا الرباط الذي كان بتوجيه مرجعية واحدة وبقرارات واضحة هي التي أكسبت الشارع المقدس انتصارا على هذا الاحتلال. إصرار وعزيمة كالصخر لا تكسر. هنا في الضفة المحتلة وعلى الحواجز الصهيونية، منع الفلسطينيون من الوصول للمسجد الأقصى لتقام الصلاة على الحواجز، ويؤكد الفلسطينيون أنه وإن سالت الدماء من الضفة المحتلة وحتى المسجد الأقصى فهم على العهد باقون. شجر إحنا شريان مربوط في الأرض، هذا محتل. شو المحتل بيجي عليك وزم مسلح وهايب منا؟ أنا ما عيش في سيد العارب، بحارب فيه في شي معي. أنا بحاربه في ثباتي في أرضي في إيماني في عقيدتي. جئنا مبيين لنداء أقصانا، جئنا مدافعين عن أقصانا، جئنا لكي نقول لأقصانا ليست وحدك يا أقصانا في الميدان، لن نترك لك لهذا العدو الغاشم يدنس أرضك. كما في كل مرة تنتصر الإرادة الفلسطينية، أيام من المرابطة والتحدي والمواجهة مع المحتل أفضت لإزالة البوابات الإلكترونية الصهيونية، ما جعل الاحتلال في حالة هستيرية ليكتمل المشهد بمواجهات وقمع للفلسطينيين على الحواجز الصهيونية، حيث دارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال ترددت أصداؤها في أرجاء القدس وساحتها. في القدس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضعوا مسر نبيهم نصب أعينهم، مجبرين الاحتلال الصهيوني على التراجع عن كافة قراراته بحق مدينتهم المقدسة. للإخبارية السورية جريس عزار، فلسطين المحتلة. تظاهر المئات من المواطنين الأردنيين في العاصمة عمان للمطالبة بإغلاق سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في بلادهم. وذكرت وسائل أعلام أردنية أن المتظاهرين عبروا عن احتجاجهم على طريقة تعامل النظام مع الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل مواطنين اثنين برصاص موظف يعمل في سفارة الاحتلال. هذا وكانت سلطات النظام الأردني وضمن سياسة التطبيع مع الاحتلال سمحت مؤخرا للدبلوماسي العامل في السفارة والذي قتل الأردنيين الاثنين بمغادرة أراضيها. قصف الجيش اللبناني أوكار إرهابي تنظيم داعش في جرود رأس البعلبك والقاع موقعا إصابات مباشرة في صفوفهم. قيادة الجيش اللبناني أكدت أن قاذفتي هون سقطتا على أحد المراكز التابعة للجيش في رأس البعلبك، مصدرهما تنظيمات الإرهابية المنتشرة في جرود المنطقة. فردت قوى الجيش بقصف مصدر إطلاق نيران موقعة إصابات بين الإرهابيين. وأشارت قيادة الجيش إلى أن اعتداء الإرهابيين لم يؤدي لوقوع أي إصابات في صفوف عناصر الجيش اللبناني. يقوم النظام السعودي بعملية عسكرية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف منذ صباح الأربعاء، وذلك وسط تعتيم إعلامي كامل. لم يكتفي النظام السعودي بحملة مداهمته بحجة القبض على مطلوبين واعتقالهم، ولا بقصفه المركز على المحافظات الشرقية للسعودية التي تطالب بالحقوق المشروعة، بل عمدت إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق منذ صباح الأربعاء على بلدة العوامية بمحافظة القطيف، ليستفيق أهالي البلدة على أصوات عربات مدرعة تقتحم الشوارع وتقوم بحملة اعتقالات واسعة أسفرت عن وقوع 5 ضحايا مدنيين هم 3 مواطنين وعاملان مغتربان
وفق ما ذكرته مصادر أهلية في البلدة. تكتم إعلامي من قبل النظام السعودي على العملية العسكرية التي ما زالت تشنها على بلدة العوامية لتغطية جرائمه بحق أهالي العوامية، وبرغم أن بلدة العوامية تقع في القصيف التي تعد من المناطق الغنية بالنفط والثروات، لكن أهلها يعانون من التهميش المستمر من جانب النظام السعودي ورفضه لأبسط مطالبهم في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، والذي ينفقه هذا النظام على دعم الإرهاب التكفيري في سوريا والعراق وفي عدوانه على الشعب اليمني. ممارسات من القمع والاستبداد يقدم عليها النظام السعودي كل يوم ضد معارضيه، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات واعتقال عدد كبير منهم وزجهم في السجون دون محاكمات عادلة، تنبئ باستمرار الاحتجاجات المناهضة له سيما في المحافظات الشرقية من السعودية. أطلقت القوات الصاروخية في الجيش الياباني واللجان الشعبية عددا من الصواريخ البالستية متوسطة المدى على قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. مراسل الإخبارية عبد الله اليوسفي والتفاصيل. أربعة صواريخ بالستية من نوع بركان واحد أطلقتها القوة الصاروخية اليمنية على قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف السعودية، وصاروخ خامس من نوع قاهر واحد استهدفت غرفة عمليات القيادة لقوات المرتزقة في موزع بتعز. وبحسب القوة الصاروخية فقد أصابت الصواريخ أهدافها بدقة، وخلقت هذه العملية ارتياحا شعبيا كبيرا كونها تأتي ردا على جرائم العدوان. الجيش واللجان الشعبية يقومون بالرد الطبيعي ويقومون بعمليات نوعية في مختلف الجبهات في الفترة الأخيرة ردا على جرائم العدوان التي تستهدف كل شيء في اليمن، وكان آخرها جريمة القتل التي تمت في موزع لأسرة كاملة من النازحين. ميدانيا أيضا قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على 23 من مرتزقة النظام السعودي ودمر 3 آليات لهم في كمين محكم بمديرية موزع بتعز، وتصدى الجيش كذلك لمحاولة المرتزقة التقدم باتجاه معسكر خالد بن الوليد. وفي مأرب استهدفت مدفعية الجيش مخزنا للأسلحة في منطقة نملة ما أدى إلى احتراقه بالكامل. من الآن وصاعدا سوف نلقنكم دروسا لن تنسوه، أنتم وعرباتكم ودباباتكم ومدرعاتكم وطائراتكم مهما حاولتم أن تفزعونا لن نفزع منكم، نحن سنلقنكم حتى آخر قطرة من دمائنا. وفي جديد عدوان النظام السعودي على الشعب اليمني، طالت غارات طائرات العدوان مناطق عدة وسط العاصمة صنعاء مخلفة خسائر في الممتلكات، ولكن هذه الغارات لن تكسر إرادة اليمنيين الصامدين رغم الجراح. مفاجآت قاسية أرسلتها القوة الصاروخية اليمنية إلى السعودية ومرتزقة الإمارات في تعز، والرسالة الأقوى من وراء ذلك هي أن الجيش اليمني ما يزال يمتلك مخزونا صاروخيا متطورا يستطيع تغيير المعادلة. عبدالله اليوسفي، الإخبارية السورية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن التطورات الأخيرة أظهرت أن سياسة الولايات المتحدة وقعت في أيدي قوى معادية لروسيا تدفعها إلى اعتماد نهج المواجهة، معربا عن أمله بأن يعود الجانب الأمريكي إلى رشده ويفكر في العواقب السلبية الناجمة عن سياساته. يأتي ذلك بعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يوسع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. العقوبات ضد روسيا ما هو إلا باب للتصعيد افتتحته واشنطن بمفاتيحها وحدها، فالقرار الأمريكي في توسيع تلك العقوبات ضد روسيا اعتبره الاتحاد الأوروبي خطوة أحادية الجانب. بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية، تمت إحالته إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه. أي محاولة أخرى تسعى للنيل من ديمقراطيتنا ستقابل بالمزيد من العقوبات، لن نقف مكتوفي الأيدي، فليس هناك أمر أكثر قداسة في الديمقراطية
من ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. قرار توسيع العقوبات هذا وجد ردا حازما من قبل روسيا، وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتين الذي أكد أن روسيا ستكون مضطرة للرد على الوقاحة من قبل الولايات المتحدة. العقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي. لقد انتهكوا مبدأ التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية. روسيا الآن صبورة جدا، ولكن في مرحلة ما سيتعين علينا الرد على هذا. إذن تصعيد تنتهجه واشنطن في سياساتها ضد روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية، رغم تحذيرات الكرملين مسبقا أن العقوبات ستكون عملا غير ودي، وأنها أخبار حزينة بالنسبة للعلاقات الروسية الأمريكية وستؤثر على تطورها. إلى العمل. الإخبارية السورية تواكب تقدم وحدات الجيش العربي السوري في ريف حمصة الشرقية. روسيا تأمل باستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. اتساع دائرة المواجهات في فلسطين المحتلة وشهداء وجرحى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى اللقاء.